زينب، أولى فقراتنا لليوم رح تحكي عن موضوع يمكن نحن ما كتير بنعرف خصوصيته. لما منقول ممكن يوجعنا رأسنا وننصاب بالصداع، فهذا الشيء كتير وارد بين الكبار، أما لما بنحكي عن الأطفال فهذا ممكن شيء نستغربه أو حتى ما نتنبه له. بنخاف منه كمان، فرح إنه ولد صغير عم بيجعوا رأسه، دائما بنربطه بأشياء خطيرة أو ما بنعرف نتصرف. أوقات ممكن يعبر الطفل كمان بطريقة صح زينب، أوقات لا. رح نحكي عن أسباب الصداع بالتفصيل وكيف بنقدر نعرف أسبابه مع كل هاي الأمور وبالتفصيل. رح نحكي عنها مع الدكتورة لميا البزنة، اختصاصية بأمراض الأطفال. صباح الخير دكتورة. صباح النور، يا هلا وسهلا فيكي. يسعد صباحك. صباح دكتورة النور. يعني عم نحكي عن طبعا موضوع كتير مهم، ويمكن بعض الأمهات ما بيعرفوا يتصرفوا أو بطبيعة الأدوية أو المعالجة أو الطبيب المختص. تمام. خلينا نحكي شو الأسباب اللي بتأدي عند الصداع عند الأطفال وكيف ممكن التعامل معه بالنسبة للأمهات. هلا مثل ما حكينا انه شكوى الصداع عند الاطفال قد لا تكون شكوى شائعه ولكنها شكوى مهمه كثير. طبعا الصداع عند الاطفال ممكن نشوفه بكل الاعمار، من عمر الرضع للعمر الاكبر. هلا هو اكثر شيوعا او الاطفال بيقدروا يعبروا عنه عاده بعمر اكثر من 7 ل 8 سنوات او ببدايه المراهقه. طفل بيقول عم يجعني راسي، بس ممكن نشوف حتى صداع عند الرضع والاطفال الصغار. بنلاقي الطفل عم يمسك راسه وعم يحاول يشد اذنه، احيانا كثير بتكون شكوى من الصداع. هلا الصداع بدنا نقسمه، يا اما صداع حاد يعني صداع بدا خلال يومين ثلاثه، او صداع مزمن استمر لفتره طويله. اغلب حالات الصداع الحاد هي يعني صداع سليم ما في منه مشاكل، وعلى الاغلب بيكون مرافق لامراض معينه. يعني مثلا الجريب او الانتان التنفسي العلوي، الرشح، انسداد الانف، كلياته هذا ممكن يترافق مع صداع. مثل الكبير لما بصير عنده جريب بيقول لك وجعني راسي من ضمن اعراض الجريب والرشح، كمان ممكن يصير في صداع عند الاطفال. ممكن احيانا يكون الصداع مؤشر لمرض انتاني هام مثل التهاب السحايا. عاده بترافق مع اقياء، مع ترفع حروري، مع خوف من الضياء. كمان هذا بدنا ناخده بعين الاعتبار لانه قد يكون مؤشر لمرض معين. اذا الصداع الحاد هو الصداع الذي يحدث خلال عده ايام، وعلى الاغلب بيكون مرافق لمرض معين، يعني ما بيكون الصداع هو الشكوى الوحيده. هلا الصداع اللي بيهمنا واللي اغلب الاحيان بيراجعوا فيه الامهات هو الصداع المزمن. بتجي الام بتقول ابني له شهر، شهرين، 3 شهور، سنة او هيك، عم يصير عنده صداع لفتره طويله. هلا هذا الصداع كمان ب 90% من الحالات هو ليس مرض خطير، بس كثير احيانا لازم نركز وناخذ قصه سريريه منيحه لحتى ننفي شغلات خطيره مثل اورام الدماغ والشغلات الثانيه. صحيح. هلا دكتوره بس خلينا لو قاطعتك نفصل شوي، نحن امتى بيكون هذا الصداع هو مؤشر للمرض الخطير؟ تمام. لانه عم نحكي عن وقت طويل، نحن شهر واثنين وثلاثه اوقات من الصداع، في حال حتى قدر الطفل يعبر عن شو عم بيجعه بصداع او غيره. هلا كأي شكوى من شكاوي الأطفال، كل شكوى توقظ الطفل أثناء النوم هي شكوى يجب أخذها بعين الاعتبار. الصداع، الألم البطني، أي شكوى توقظ الطفل من النوم معناته هي شكوى حقيقية، لأنه الأطفال ممكن يكون عندهم الصداع أحيانا مثل ما حنشوف هلا جزء من التوتر، قد يكون عندهم نوع من الغيرة، إجا طفل ثاني عم يحاولوا يعني يبدي رغبتهم، بدهم دلال أكثر، بدهم مكاسب يحصلوا عليها من الأهل. بلاقي الطفل إنه صار عنده صداع أول مرة لسبب ما، الأم كثير التهفت وأخذت الموضوع بعين الاعتبار، فممكن هذا يستخدمه كوسيلة إذا بده يحقق شيء. بس الطفل إذا الصداع عم يوقظه من الليل، هذا صعب إنه نقول إنه ما له صداع عضوي، معناته في عندنا مشكلة. ترافق الصداع مع الغثيان ومع الإقياءات وخاصة الإقياءات الصباحية هي مؤشر إنه معناته في عندنا شيء بقلب الدماغ. اضطرابات الرؤية وخاصة الرؤية المزدوجة، يعني يا أما الطفل بيقول أنا عم شوف الشغلة اثنين، أو أحيانا الطفل بيحاول أنه يعمل ميلان بالرقبة. كيف يعني، خليني بسطها للأمهات، كيف لما بيقول واحد رقبته مشكولة فبيحاول أنه الطفل يثبت رقبته لحتى يطابق لحتى ما يشوف الشغلة تنتين. فهي من الشغلات. فإذا إيقاظ الطفل ليلا، الإقياء الصباحي، الرؤية المزدوجة، اضطرابات السلوك، يعني الأم بتعرف أنه ابنها عنده
سلوك معين، إذا لاحظت عنده ميل شديد للنوم، لاحظت عنده ميل للعدوانية، لاحظت عنده ميل للأذى، لاحظت عنده تدهور بالأداء المدرسي، سلوكيات ما كانت عند الطفل أبدا، معناته لازم نقول إنه في عنا شيء معين لازم ندور عليه. هاي الشغلات اللي بتقول إنه هذا الصداع خطر ويجب أن يستقصى بسرعة، لأنه مثل ما قلت لك 90% يمكن من أسباب الصداع قد يكون توتري وشقيقة، بس في نسبة عنا قد تكون مؤشر إنه في عنا آفة شاغلة للحيز، يا ترى خراج، يا ترى ورم. ونحن هذا اللي بيهمنا الصراحة لما نستقصي الصداع، إنه ننفي بشكل باكر هالآفات الهامة اللي هي ضمن الجهاز العصبي. نعم دكتورة، كمان في عدة أنواع من الصداع مثل ما ذكرتي، ممكن يكون منا خطير، ممكن يكون منا يعني عادي او طبيعي. في الصداع التحسسي كمان اللي عم نشوفه هلا عند الاطفال من روائح البرفانات الموجوده او روائح المنظفات اللي هلا كثرت وقت كورونا. في صداع هلا ضربه الشمس من المسابح للاولاد اللي كمان هلا الام كيف فيها تفرق انواع الصداع؟ واذا طفل ما كان فيه عم بيعبر، كيف فيها تعرف من الاعراض انه هذا الطفل عنده صداع، عنده شيء؟ مثلا مثل ما قلنا الصداع اللي مترافق مع أعراض لمرض تاني، مثلا اللي مع ضربة الشمس عنده الطفل ترفع حروري كان موجود ببيئة مغلقة مدفأة بشكل كتير شديد، الطفل اللي عنده انسداد أنف مزمن هذا واحدة من أعراض التهاب الأنف التحسسي، أو عنده عطاس وسيلان أنف مزمن معناته هذا الطفل عنده مشكلة تحسسية. فإذا نحن هون عم نحكي على صداع حاد، هذا مرافق لأمراض معينة. الصداع التاني المزمن اللي له فترة طويلة، يا أما بيكون عنا صداع توتري، بتيجي بتقليل صداع توتري، ايه الاطفال عندهم توتر، عندهم انفعالات، عندهم اكتئاب، عندهم شيء بيعيشوه. احيانا الطفل بيكون عم بيعاني بالمنزل مثل ما قلنا موضوع غيره، الصداع التوتري بنشوفه اكثر بالمدارس، خوف الطفل من المدرسه، احيانا تعنيف الاستاذ لإله، احيانا التنمر من الطلاب اللي حواليه. مع كل اسف صرنا نشوف كثير حالات تنمر بين طلاب المدارس، بيقول له انت طويل، انت قصير، انت عندك هيك، ما عندك هيك. فاحيانا الجو، او احيانا الطفل بحس حاله معزول، هو بعيد عن رفقاته، ما في عنده رفقات. فصداع التوتري موجود بنسبه كثير منيحه عند الاطفال. نحن بنعرفه بطريقه انه نحن دائما اول ما بيجوا الاهل لمراجعه الطفل اللي عنده صداع، الموضوع بده قعده، الموضوع مو انا مجرد يعني فحص وامشي، نطلب من الاهل يعملوا لنا سجل للصداع، يعني امتى عم يصير صداع، ليلي نهاري قبل الذهاب للمدرسه، هل الصداع مرتبط بفعاليه معينه، يعني الطفل لما عم يتعرض مثل ما حكينا لروائح معينه، لما عم ياكل اغذيه معينه، لانه مثل ما حنشوف هلا في اكلات مثل الشوكولا، مثل الوجبات السريعه، الصودا، الجبنه، هي ممكن تصير صداع نصفي اللي هو صداع الشقيقه عند الاطفال وعند الكبار. يا ترى هل الصداع مرتبط بحدث معين، في وافد جديد للعيلة، في انتقال لمنزل تاني، في غياب للأب، كثير من الأبهات هلا عم يضطروا يسافروا. فالسجل اللي بدهم يعطونا يا الأهل للصداع كثير مهم، شو هي مصيرات الصداع، شو اللي بيصير الصداع عند الطفل، كيف بخف الصداع. يعني مثلا نحن الطفل عنده صداع لفترة طويلة، بتجي الأم تعطيه مسكن لطيف، إذا الصداع تحسن خلال 5 دقائق معناته هذا الصداع ليس سوء أهمية، خليني أقول هذا كان محاولة من الطفل للفت نظر الأهل. بينما الصداع اللي بيحتاج أكثر من درجة من المسكنات معناته نحن عم نحكي على صداع مهم. نحكي على صداع كثير مهم عند الأطفال، هو الصداع النصفي أو صداع الشقيقة. صداع الشقيقة موجود عند الأطفال مثل ما هو موجود عند الكبار، ويقدر أنه تقريبا 10-15% من الأطفال بسن المراهقة عندهم صداع شقيقة. له علاقة كثير بالعوامل الوراثية، يعني إذا كان أحد الوالدين عنده صداع شقيقة، احتمال أنه الطفل 50% يكون عنده صداع. إذا كلا الوالدين، احتمال الطفل يكون عنده 75%. فإذا العوامل الوراثية والبيئية لها كثير دور بتطوير الصداع عند الأطفال. صداع الشقيقة عند الأطفال بيفرق عن الكبار بعدة شغلات. أول شيء هو بيصيب الذكور أكثر من الإناث، عكس الكبار اللي هو بيصيب الإناث أكثر من الذكور. بنعرف كنا أنه صداع الشقيقة هو مرض النساء عادة. مدة صداع الشقيقة عند الأطفال عادة 2-4 ساعات، بينما عند الكبار بتكون المدة أطول، ممكن أنه تستمر عدة أيام. أغلب الأطفال عندهم نوبة قبل الصداع، هي اسمها نوبة الشقيقة أو الأورا. الطفل ببلش يشوف نجوم، يبلش يشوف نجوم طائرة، خيوط سوداء قدام العين، أحياناً بحس بخدر ونمل حول الفم، أحياناً بحس أنه دايخ أو غير قادر على التوازن، بعدين بتبلش عنا نوبة الصداع. أغلب الأحيان بتترافق بغثيان وإقياء. هون القصة السريرية مهمة، لأنه قلنا نحن الصداع اللي مترافق مع آفة شاغلة للحيز
أو ورم ضمن الدماغ كمان في صداع وإقياء. فلذلك الاستجواب الأهل المضبوط كتير مهم، لأنه صداع الشقيقة معه غثيان وإقياء، والصداع المرافق لأورام الدماغ معه غثيان وإقياء. على الأطفال على أغلب الطفل اللي عنده صداع شقيقة بصير عنده تحسس من الروائح وتحسس للضوء، بيقول للأم طفي لي الضوء أنا ما عاد بدي أشوف ضوء، يعني بصير عنده نفور من روائح وعادة ما عنده نفور منها، ممكن تكون روائح عادية بصير عنده أثناء النوبة نفور. فصداع الشقيقة هو صداع هام عند الأطفال، موجود بنسبة كتير منيحة. طيب دكتورة خلينا نحكي كيف نقدر نتعامل مع الصداع على مختلف درجاته ومستوى خطورته، كيف الأم بتقدر تخفف من هي النوبة إن كانت صداع أو شقيقة؟ تمام. هلأ أول شيء بس خلينا نقول أنه نحن الشغلات كمان اللي لازم تنذكر، من أسباب الصداع بكتير أحيان اضطرابات الرؤية. يعني أنا أول ما بيجيني طفل عنده صداع بحاول أنه أسأل الأم أنه عم يقدر يشوف منيح لبعدين هو قاعد بالمقعد الأول، لأنه كتير أحيانا مجرد شغلات بسيطة، مجرد فحص للقدرة البصرية للطفل إذا في عنده مشكلة بالنظر للقريب أو للبعيد، أو هو بحاجة لوضع نظارة، فكتير أحيانا بتحل مشكلة الصداع. لأن الطفل اللي عنده اضطرابات بالقدرة البصرية بيحاول أنه يركز، فهذا بيعمله صداع. الأم كيف بدها تتعامل مع الصداع؟ أول شيء مثل ما قلنا أنه الصداع التوتري موجود بنسبة كتير منيحة عند الأطفال، فأهم شيء هو تغيير نمط الحياة اليومية. أول شيء تظبيط ساعات النوم. واحدة من أسباب الصداع عند الأطفال قلة ساعات النوم. قدروا أنه الطفل من عمر 3 إلى 5 سنوات تقريباً بده 11 ساعة نوم، بين 5 إلى 9 سنوات بده 7 ساعات نوم، وبعد منها بده 8 ساعات نوم، 8 أو 6 ساعات نوم. فإذا الأطفال اللي بيسهروا لفترات طويلة وخصوصا وقت المدرسة، الطفل بيسهر للساعة 12 يقوم الساعة 5 أو 6 لحتى ينزل عن المدرسة، في عنده صداع. فإذا قصة النوم بدها تكون حازمة جدا الأم عند الطفل بضبط ساعات النوم عند الطفل، لأنه بتساهم كتير منيح بإنقاص نوب الصداع. الشيء الثاني تحسين نمط التغذية وشرب السوائل المي بكمية كبيرة. كمان الأطفال بين عمر 5 إلى 13 سنة بحاجة لما بين 8 ل 12 كوب ماء، وهذا الشيء بينسوه اطفالنا، حتى بينسوه الامهات، نحن يمكن الكبار احيانا لقوا كثير احيانا انه المحافظه على وارد كثير من الماء، وخاصه بالصيف وبالتجفاف ومثل ما حكينا بضربه الشمس والقصص كلها، اعطاء وارد منيح من الماء بيساعد على انه يخفف من نواب الصداع. الجلوس مع الطفل ومحاوله نشوف شو هي العوامل، اذا لاحظت الام انه في عامل معين عم يؤدي لنوبه الصداع احيانا تتصل مع المدرسه وتحسن الظروف المحيطه. تحسين التغذية، مثل ما قلنا الابتعاد عن الأطعمة اللي قد تكون مثيرة للنوبة. كتير أحيانا بكفي أنه نحط الطفل بغرفة دافئة، نحط له كمادة باردة على الجبين، وبدنا نسأل الطفل إذا ريحته أو لا. بعض الأطفال بفضلوا أنه يحطوا كمادة دافئة، بس لو أنه الكمادة الباردة بتفيد. إذا بتتذكروا كانوا أمهاتنا لما يجعوا راسهم يربطوا قمطة ويبلوها بمي باردة، فلقوا أنه فعلا هي بتخفف أحيانا الصداع النابض عند الأطفال. عادة بنلجأ لخط أول من المسكنات، السيتامول أو البروفين أو النابروكسين. إذا كان نوب الصداع كتير شديدة وعندت على المسكنات، في عنا أدوية معينة، مضادات اكتئاب، مضادات التقاط سيروتونين بتفيد بالنوب. نعم، يعني معلومات كتير مهمة فرح يمكن تعرفنا عليها معك دكتورة. بنتمنى الوعي والانتباه من كافة الأمهات على أطفالهم، وعن جد ينتبهوا لهي الأعراض ويتواصلوا مع الطبيب المختص. شكرا كتير لك وشكرا لوجودك. شكرا كتير لكم. كل الشكر لك دكتورة، وبتمنى لك بقية نهار حلو. الله يخليك. شكرا.